كما أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي استمرار العمل بالأسعار الثارية لأسعار الكهرباء حتى 30 من يونيو من عام 2023. وخلال المؤتمر الصحفي أوضح مدبولي أن تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية على الدولة تقترب من 67 مليار جنيه في العام. يستمر العمل بالأسعار السارية حاليا لغاية يوم 30/6/23، وبالتالي هي مجموعة من القرارات المتكاملة اللي احنا شفنا النهاردة ان احنا بنتدخل بيها علشان تساعد المواطنين في الظروف الراهنة اللي موجودة دلوقتي. ويمكن انا عايز اقول لحضراتكم ان هذه حزمة هذه القرارات يمكن جزء منها ايضا انا يعني برضو عايز اضيفه، وهو موضوع الدخول للبرلمان بموضوع رفع حد الاعفاء الضريبي للمواطن، بحيث يبقى اللي يعني اللي هو احنا يمكن كنا وافقنا عليه بصوره مبدئيه، وان شاء الله هيتم اقراره في البرلمان، بحيث يترفع الحد الادنى للاعفاء الضريبي من 24,000 جنيه في السنه الى 30,000 جنيه في السنه. معنى كده ان اللي دخله 2500 جنيه في الشهر ما يعني ما يخصمش منه اي ضريبه في هذا الشان. ده كان اخر اجراء. الحزمة دي كلها النهاردة إن شاء الله هتبقى تكلفتها على الدولة تقترب من 67 مليار جنيه في السنة.